صبحكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا بكم معانا في هذا الصباح. ان شاء الله تكون بدايه يوم جديد وفرصه جديده تنادينا لتعويض ضوافاتنا وتحديد اولوياتنا. فنطل عليكم مشاهدينا من خلال برنامجكم الصباحي المتنوع بكل مواضيعه وفقراته وضيوفه اللي دائما ينورونا في الاستديو ويثرون محتوى حلقتنا بالمواضيع والمواهب اللي دائما نحن نستمتع فيها. وما ننسى فقرتنا الجميله اللي نتكلم فيها عن اخر اخبار دولتنا الحبيبه وامارتنا الباسمه، فنتمنى لكم مشاهدينا متابعه ممتعه في هذا الصباح. ومثل ما تعودنا معاكم مشاهدينا في كل صباح خميس تكون مواضيعنا منوعه، مواضيع خفيفة إلى جانب فقرة السينما والفقرات الأخرى المميزة. خلوني في بداية هذا الصباح أعرفكم بالعناوين. رسومات إبداعية تزين كتب الأطفال. اليوم العالمي للدراجات الهوائية. الحرف اليدوية إبداعات بلمسات فنية. تابعنا معكم مشاهدينا واستعرضنا بعض العناوين والفقرات اللي بتكون معانا إن شاء الله في هذا الصباح، والحين راح ندخل في أولى فقراتنا الجميلة اللي بنتعرفكم فيها على الأخبار الخاصة في هذا الصباح والخاصة بإمارتنا الباسمة. خبرنا الأول مشاهدينا من صحيفة الخليج، سلطان بن أحمد صير بنعير يصون الموروث الحضاري والبيئي. أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن مهرجان صير بنعير رسخ عبر مسيرته طوال السنوات الماضية مكانة جزيرة صير بنعير والتي أدرجت على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي عام 2012 تقديرا لأهميتها البيئية والثقافية كأول موقع طبيعي في الإمارات نجح في تعزيز ممارسات حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وعمل على جذب أعداد كبيرة من محبي السياحة التراثية والبيئية من داخل الإمارات وخارجها. ويتضمن المهرجان على مدار أيامه الثلاثة أنشطة وفعاليات وبرامج حيوية وجاذبة مليئة بالتوعية والمعرفة الترفيهية، ويستهدف كل شرائح المجتمع في ظل الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع. ويؤكد المهرجان أهمية إبراز القيمة والمكانة البيئية والسياحية والحضارية لمحمية صير بنعير وترسيخ علاقة الأجيال المتعاقبة ببيئتهم وتراثهم الجميل. أكيد مشاهدينا ابتدت يوم أمس فعاليات مهرجان صير بنعير في دورته 21، وراح يستمر هذا المهرجان لثلاث أيام وراح يكون من تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة. ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات الجميلة اللي تكون فيها الكثير من الأنشطة والفعاليات اللي توعي المجتمع وتوعي كل الجمهور بأهمية المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي فيه. وأكيد مشاهدينا هذه الجزيرة غنية عن التعريف، تعتبر أول موقع طبيعي قدر أنه يعزز الممارسات الصحيحة اللي من خلالها راح نحافظ على البيئة وراح نحافظ أيضا على التنوع الحيوي الموجود في إمارة الشارقة. مكان جميل راح تكون فيه الكثير من الفعاليات والبرامج والأنشطة التوعوية، والشيء الحلو أنه هي راح تكون لكل شرائح المجتمع، فلكل محبي التنوع البيئي التراثي والسياحي في دولة الإمارات تقدرون تزورون هذا المكان وتستمتعون بكل الفعاليات الجميلة. ولا تحاتوا مشاهدينا، اكيد هيئه البيئه والمحميات الطبيعيه ماخذه كل الامور الاحترازيه بعين الاعتبار حتى تحافظ على سلامه موظفيها وسلامه كل الجمهور واللي راح يزورون هذا المهرجان. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في هذا المهرجان اللي راح يستمر لثلاثه ايام. ننتقل معاكم مشاهدينا للخبر الثاني من نفس الصحيفة، جميلة القاسمي تدعو المجتمع لدعم مشاريع ايتام التمكين الاجتماعي. أشادت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
بالجهود المقدمة في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي من خلال متابعتها السنوية التي نفذت عن بعد للاطلاع على إنجازات المؤسسة لعام 2020 الموجهة لخدمة أسر الأيتام في إمارة الشارقة. وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي: نحن بدورنا نثمن هذه الجهود الكبيرة والدعم الذي تقدمه المؤسسة لخدمة أسر أيتام إمارة الشارقة ودور دوره الكبير في توفير بيئة محفزة وداعمة للوصول لمرحلة التمكين الذي نتطلع إليها لكل يتيم للانطلاق بكل قوة في المساهمة في بناء أسر مستقرة وللارتقاء بالمجتمع. مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مشاهدينا طبعا غنية عن التعريف بكل الجهود الجبارة والجهود الاستثنائية اللي تبذلها على مدار السنة، فدائما يكون عندها برامج ودائما يكون عندها أيضا حملات توفر فيها كل الأمور وكل الخدمات وكل المقومات اللي كل أسر الأيتام يحتاجونها. فنشوف عندها مبادرات كثيرة، وهذه المبادرات أكيد فيها رسالة فيها هدف للمجتمع، واللي هي أن توفر يعني لكل أسر الأيتام حاجاتهم وتوفر لهم كل الأمور اللي تعزز لهم الحياة الاجتماعية وتأمن لهم أيضا حياة اجتماعية وحياة مليئة بالاستقرار. فيعطيهم ألف عافية على كل الجهود اللي يبذلونها وعلى كل الحملات والمبادرات اللي ينظمونها واللي من خلالها يعني يوصلون كل الأمور اللي يحتاجونها أسر الأيتام حتى توفر لهم أيضا بيئة داعمة وبيئة مستقرة. ننتقل الحين معاكم مشاهدينا للخبر الأخير أيضا من نفس الصحيفة: حملة للحد من الكتابة على الجدران بمدينة دبا الحصن. كشف طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن عن إطلاق البلدية حملتها الخاصة للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران من أجل إزالة الكلمات التي تشوه المظهر العام ضمن جهود البلدية المستمرة للحفاظ على طابع المدينة الحضاري وكافة مرافقها. وأشار إلى أن الحملة تنفذها البلدية بالتعاون مع مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالإمارة ومركز شرطة دبا الحصن الشامل، وتستهدف جميع الشوارع والمرافق والممتلكات العامة والخاصة في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز المدينة الفاضلة ومن أجل الحفاظ على طابع المدينة الجمالي والحضاري. وأكد أن البلدية حريصة على التصدي لظاهرة الكتابة على الجدران والتخلص منها نهائيا، مشيدا بمشاركة العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية في إنجاح الحملة حتى تنعم مدينة دبا الحصن وجميع مرافقها بأجمل صورة أمام سكانها وزوارها. أكيد مشاهدينا بلدية مدينة دبا الحصن دائما تطرح مثل هذه المبادرات، تطرح مثل هذه الحملات أيضا على مدار السنة، والشيء الجميل يكونوا مشاركين فيها كل الفئات العمرية. فحملتها في هذا الوقت تسعى من خلالها للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران وعلى المرافق العامة، وشاهدنا بعض اللقطات والصور الخاصة بهذه الحملة، وشيء جميل أن نحن يكون لنا دور كبير في أن أيضا نقلل من انتشار هذه الظاهرة ونوعي أطفالنا ونوعي أيضا اليافعين والمراهقين بأهمية الابتعاد عن هذه الظواهر السلبية اللي أكيد راح تشوه المرافق العامة وتشوه المدينة. والحمد لله في الفترة الأخيرة قمنا نشوف وعي كبير بين كل الفئات العمرية، ويعني في ابتعاد شبه كلي لهذه الظواهر السلبية اللي تشوه المدينة. الحين مشاهدينا بعد ما استمتعنا بهذه الأخبار الجميلة وفي هذا الصباح، راح نظهر الحين بنعرفكم عن درجات الحرارة وحالة الطقس في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا الحبيبة. Thank you.
تابعنا معكم مشاهدينا وتعرفنا على درجات الحرارة وحالة الطقس لصباح يوم الخميس، وعشان نتعرف أكثر مشاهدينا نحن وياكم على حالة الطقس كيف بتكون في نهاية الأسبوع، بتكون معانا الأستاذة عليا الحنطوبي متنبئ جوي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، بتعرفنا أكثر على حالة الطقس. صبحك الله بالخير يا مرحبا، وش معانا أختنا عليا؟ مرحبتين، صبحكم الله بالنور والسرور. يا هلا فيك. طبعا عليا، نحن قبل شوي عرفنا المشاهدين وعطيناهم نبذة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسبة الرطوبة كيف بتكون اليوم والأيام القادمة، فحابين نعرف المشاهدين أكثر في نهاية عطلة الأسبوع كيف بتكون الأجواء في المنطقة الشرقية ولكل مدن إمارتنا الحبيبة، كيف راح يكون الجو؟ إن شاء الله الطقس راح يكون صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على الساحل الشرقي وحار نهارا. نعم. تزيد الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية. بالنسبة للرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية بوجه عام. نعم. خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20، تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة أحيانا. بالنسبة لدرجات الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى على المناطق الساحلية والجزر ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية ما بين 43 إلى 48 درجة مئوية. بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى، تتراوح في المناطق الساحلية والجزر ما بين 26 إلى 31 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية ما بين 24 إلى 29 درجة مئوية. نعم. بالنسبة لحالة البحر، يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويتراوح ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في العمق. هذا والله أعلم، ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد عطلة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك الأخت عليا، يعني ما شاء الله ذكرتي لنا الأمور كلها الخاصة بدرجات الحرارة وحالة الطقس، مثل ما ذكرتي في ارتفاع في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة، لكن البحر بيكون مستقر وبيكون هادي إن شاء الله في هذه الأيام القادمة. ما في توقعات بسقوط الأمطار أستاذة عليا؟ بالنسبة لسقوط الأمطار حاليا يعني يسود الدولة استقرار في الأحوال الجوية، تزيد فرص الضباب، لكن فرص الأمطار ضعيفة على الدولة. نعم. هذه الأيام بيكون في نسبة لتشكل الضباب مثل ما ذكرتي، فنحن نتمنى السلامة لكل مرتادي الطرق في عطلة نهاية الأسبوع، وكل الشكر والتقدير للأستاذة عليا الحنطوبي على يعني حالة الطقس عرفتينا عليها أكثر كيف بتكون إن شاء الله اليوم والأيام القادمة. شكرا لك يا عليا، يعطيك ألف عافية.